تعرفوا أنهم عندهم أطفال صغار ولا لا؟ أعمارهم لا تتجاوز السنة ولا سنتين. الشنقريحة يا كافر يا ابن الكافرة. الجزائر تلف لنا خطنا هاتات الرجال كلا خوالة منبي. وهذا شاطئ أسعيدية الذي خرج الشبان منه. لو كان جاو جزائريين اللي غرقوا بالجيتسكي ودخلوا للسعيدية والله ما يصرى لهم والو. واليوم كنكتشفوا بلي كاينه ديانه اخرى، كاينه الديانه الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه، واليوم خرجت لنا الديانه الجزائريه اللي هي اكفس انواع الديانه، غير ربي ما عطاهمش امك الخير. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد ان يعرف الناس النوايا الحقيقيه لمن هم يساكنوننا ويجاوروننا. كلنا شفنا هذا الفعل الاجرامي والديكتاتوري اللي مارسه النظام الجزائري ضد الشبان المغاربه، واللي مشاو ضحيته جوج ديال الشباب تقتلوا بالرصاص الجزائري، والثالث تصاب بجروح وتم القبض عليه. وعلى حسب المعلومات اللي كاينه لحد الان انه تحكم 18 شهر في الجزائر. والذنب الوحيد اللي ارتكبوا هاد الربعه ديال الشباب هو انهم جاوا للمغرب باش يدوزوا العطله الصيفيه بحالهم بحال اي مغربي من الجاليه المغربيه في اوروبا، ومشاو للسعيديه باش يمارسوا الرياضه المفضله ديالهم الجيتسكي كيف ما كانوا كيديروا كل سنه. لكن للاسف هاد المره بعدوا وتلفوا الطريق ولقاو راسهم في الجزائر. شافتهم البحريه الجزائريه وجاو قاصدينهم بنيه القتل وبداو كيتيروا عليهم بالرصاص. الشباب سمعوا الرصاص وهربوا، لكن للاسف الرصاص الجزائري تمكن من جوج منهم والثالث تجرح وطاح من الجيتسكي وهزوا الجزائريين، والرابع تمكن انه ويهرب ودخل الحدود المغربيه واتصل بالبحريه الملكيه اللي جاوا عتقوه وهزوا واحد من الشباب اللي تقتلوا للاسف. ما عرفناش كنا تالفين توصلنا للجزائر. كي درنا عرفنا حنا وصلنا للجزائر، الزودياك الكحله تاع الجزائر جات عندنا. من جات عندنا بقات زيكزاك علينا، بغات بحال اللي بغات تقلبنا. خويا الصغير قرب لهم ما سمعتوش واش قال لهم، وانا كنت مبعد شويه. من زوجك ولات دارت هكا قربت لخويا قلت له واش تا كاين واش تا كاين، قال لي ما تكلمش معايا، قال لي غير هكا قال لي غير هكا زعما التليجرام اللي هي السعوديه. ولينا ساعتين قرطاس بقى يتكلم، خمس قرطاسات قاسوا خويا وصاحبي، قرطاسه قاستها واحد صاحبي بوحدو بالجيتسكي، والجيتسكي الجيتسكي تاع صاحبي دحمرته الزوجاك قلباته وطلعوه في طلعوه في الزوجاك طلعوه في الزوجاك معاهم. والله يا الدنيا فانية، والله العظيم أطلب من جلالة الملك محمد السادس أمنيتي الوحيدة أنه يعطينا الإشارة الخضراء لشن هجوم على هذه الجرذمة الكافرة. والله العظيم يا جلالة الملك، والله 24 ساعة نزل لحدود تونس، وأنا جندي رقم واحد نجي من كندا، ومئات الملايين من العرب والمسلمين يا جلالة الملك. الملك محمد السادس في الخطابات ديالو لطالما كيطلب من الجزائر او النظام الجزائري اصلاح العلاقات وفتح الحدود، حيت داكشي اللي كيجمعنا اكثر من داكشي اللي كيفرقنا، وكيأكد لهم على ان المغرب لن يمسكم بسوء، بالعكس. لكن مع من كتهضر؟ مع من كدوي؟ الجزائر تلف لينا خطنا هاد الرجال قتلتهم الجزائر واحد معتقل، علاش انهم دخلوا تساروا في وسط البحر بالجيتسكي ديالهم فجأة تلفوا في وسط البحر ما بقاوش عارفين لا الشرق ولا الغرب، بقاو راسهم في الحدود ديال الجزائر. علاش عباد الله هادشي هذا كامل؟ علاش هاد الحقد هذا كامل على المغرب على المغاربة؟ فاي باغي توصلوا بهادشي ديالكم؟ علاش تقتلوا شباب؟ علاش تحرموهم من الوالدين ديالهم وتحرموهم من الوطن ديالهم؟ علاش؟ واخا يكون كما كان هذا السبب هذا، ما عندكش الحق تقتلو، ما عندكش الحق تقتلو. مقتل شباب مغاربة على يد الجنرال الأحمر، قتلوهم واتهموهم أنهم تهزوا عليهم كيشكلوا خطر. باش كيشكلوا خطر؟ شرطة جيتسكي؟ أي هجموا عليكم هو مثلا شومبغيح؟ شنو عاد يديروا لكم هاد الدراري؟ من حقكم انهم تخلوا لكم الاقاليم ديالكم انكم تحتاجوهم وتعيطوا للسفاره او للسلطات او للجنود او العلماء غير ماروكان باش تجي وتشوف شنو غادي ديروا فيهم، تحتاجوهم ما كاين حتى شي مشكل، هذاك حقكم. كيما طرا هذه جوج سيمانات الجزائريه المغربيه، جوج الجزائريين حاولوا يتسلقوا داك الشباك ويدخلوا للمغرب، العسكر ديالنا تحفظ عليهم وشدهم بكل امان دون ادنى حدش، وعيط العسكر ديالكم وجاو داوهم صحاح سلام. ديك الساعة شغلكم هذاك معاهم، المهم حنا ما قصناهمش، كيبقاو شباب أولاد
جيران كما كتقولوا نتوما الجار. والأكثر من ذلك ان جثة واحد فيهم مازال متحفظين عليها وما بغاوش يعطيوها لوالديه يدفنوه ويبردوا شويه على خاطر ولدهم. وبالنسبه للناس اللي فرحانين بلا دوبل ناسيوناليتي شوي فرانكو ماروكان شوي ايطاليان شوي با ماروكان، انا من اصول مغربيه مي كنت تعتبر اوروبي حيت عندي باسبور حيت عندي جنسيه اخرى. علاش ما تحركاتش فرنسا؟ حتى صحفي فرنسي حتى واحد محرك ساكن حق هالشباب هادو اللي تقتلوا ظلما وعدوانا، وهادشي ما خصوش يدوز مرور الكرام. اوكي احنا عندنا جار احمق، عندنا جار ما عنده ما يخسر خلاها فامي دغيلان، ما عنده ما يخسر يحاول يستفزك يحاول يوصلك شي حوايج نحن في غنى عنها. اوكي حيت حنا بلد غادي التطور مهم وملحوظ، والنجاحات اللي حققها مؤخرا والاستثمارات اللي غادي تكون عنده مؤخرا هامة جدا. علاش شي واحد محرك ساكن من الجالية الفرنسية؟ علاش شي واحد محرك ساكن من الحكومة الفرنسية؟ كون كان لي مات سميتو جاك او لا مارسيل او لا جوال كان كلشي غادي يسكت؟ كرة قامت الدنيا ولا متقعد؟ ماشي غير فرنسا، ورا امريكا هضرات، اوروبا هضرات، الاتحاد الاوروبي الدخان نار التروينة والبلبلة، ولكن هادو غير مواطنين المغاربة. وهذا درس لاي واحد كيفتخر بالناسيوناليتي ديالو او لا كيفتخر انها عايش على برا وعنده جميع الحقوق اللي ما عطاتهم له. راه كون كانوا الجزائريين اللي وقع عليهم نفس الشيء ودخلوا المغرب ولو متعمدين، والله ما كان غيوقع عليهم كيف ما وقع للشباب المغاربه في الحدود الجزائريه. كون كنتوا بصح قوه ضاربه ما كنتوش غادي تثيروا على مواطنين غير مسلحين، والقانون الدولي كيمنع هادشي. كنتوا غادي تشدوهم وتحققوا معاهم، الا كانوا بصح متورطين في شي حاجه كيف ما كتقولوا غادي تستعملوا هادشي ضد المغرب، وهكذا غادي تبانوا شويه بعقلكم. خمس طلقات كلاشينكوف، خمس طلقات ليه يا عم؟ في ايه؟ ده غل. طيب واللي بيطلعوا من عندك كل يوم يتسلقوا السلك اللي وريتك فيديوهات ليهم جزائريين في اتجاه المغرب، هل المغرب اطلق عليهم رصاصة واحدة ولو في شنكة حتى؟ ولو رصاصة صوت للتحذير؟ لا. ايه الغل؟ بيهربوا حشيش فتقتلوا بالرصاص الحي حتى ولو فرضنا انه صح، وهو طبعا غير صحيح. دول بيصيفوا يهربوا حشيش. من امتى بيتهرب الحشيش بالجيتسكي؟ من امتى؟ ما فهمتش يعني. ده الحراجه اللي من عندك كل يوم رايحين جايين افواجا دلوقتي بالمراكب اسبانيا، ما بتعملش معاهم كده. واللي ضرني اكثر هو ان بعض الجزائريين متاخرين بدل العمل الاجرامي اللي ارتكبه النظام الجزائري ضد الشباب المغاربه، وتفاعلوا معاه على اساس انه عمل بطولي. الجزائريين صحاب خاوه فرحانين وما قدهم فرحه وكيصغرتوا بمقتل شابين المغربيين على يد البحريه الجزائريه. ديروا لنا احتفال شباب، شاش لامور شباب ما على باليش انا. طلعوا لنا وحده تزغرت، طلعوا لنا خصني تزغريت اخوتي. الله يحفظك روما يسار وحي راكي رابحه دنيا واخره. روحوا راكم رابحين بنات بلادي، قال لي ما تعرفش تزغرت تزغرت غير من التحت لنا يو 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 تكتب لنا يو 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 او راسك ياك عارفوني ياك عارفوني نجيبها لك ربك فوق الجيسكي فوق الجيسكي طاح لك في المصاصيط صغار اسد وقال لي كيف هما اسود غير في التيك توك وفي الماء وفي البر جوت نعاش نعاش النعاج رخلة رخلة. آي كيراني فرحان. راني طري ساتيسفي. راني غاية. أسمع أسمع. راني مولاي السلطان اليوم، أنا راني مولاي السلطان. الله يلقيها لهم إن شاء الله. هاد الدولة هذه نتاع الجزائر هي العدو الكبير للمغرب. العدو أكبر عدو للمغرب هي الجزائر. إسرائيل أحسن من الجزائر، أحسن منها 100%. نمشي لإسرائيل وما نمشيش للجزائر. أما البعض نسبوا هذه الجريمة إلى المغرب، وبالله البحرية الملكية هي اللي تيرات في الشباب المغاربة قصد اتهام الجزائر بهذا الفعل الإجرامي. فهمت ستة المروك المغرب لحقت بيكم تقتلوا ولاد بلادكم وتحصلوا في الجزائر. المخزن لحقت بيكم تقتلوا ولاد بلادكم وتركبوا التهمة للجزائر. قراف راكم شتولي الطبع مع إسرائيل؟
شتو واش يقدر يدير؟ الجزائر تنفي تماما البدايه ديال ثلاثه اشهر. اعطيني دليل خويا العزيز، اعطيني دليل. الحصول ما علينا غير نقولوا ديك المقولة الشهيرة ديال المرحوم الحسن الثاني اللي قال فيها: ليعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. أغرب حوجي أنا في بلجيكا، هو ديالي في هولندا، لندرلاند بلجيكا، لندرلاند دابا حنا كنتقهواو مع بعضيتنا، ولكن هو في هولندا وأنا في بلجيكا. أمريكا، كندا، أمريكا، ألجيريا، الألجيري، مغرب. أهلاً 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 أهلاً. رحلة في المغرب، رحلة في المغرب. ستار. مغرب، ألجيريا. هذيك قناة الشرق هذي تخرج عليك، قطعوها. برافو عليك، برافو. قطعوها ما تفرجوهاش، هذيك غير ديال المخزن العسكر. ما عندنا حنا اللي عندنا المخزن مسقوط. خاوة مرحبا بكم، مرحبا والله.